السلام عليكم، مرحبا بكم في دايدي ساوندي. اليوم غادي نقدم لكم قفص اللي نخدموه للارانب، يعني القنية، مكان اللي تولد فيه هو هذا اللي منا، والمكان اللي تاكل فيه وتخرج هو هذا. باش خدمناه بهذا الكرياج اللي هو غير ديال الثلاجة. كيف ما كتعرفوا الكريا هذاك القفص ديال الارانب كيكون غالي، هذا ما كيطيحش بقل من 30 درهم او نقولوا حتى 50 درهم، وهو في الحقيقه راه كيتباع 500 درهم 600 درهم. كيفاش كنديروا له؟ كنختاروا هاد الكرياج هذا، وكنلاقيوه غير بالسلك، كنربطو، كنشوفوا اي خشبه، اربعه ديال العوارض الخشبية اللي كنديرهم أرجل لهذا القفص، وكنديروا طاولة لتحت. الطاولة هي اللي الأوساخ اللي كتهود من عند هاد الأرانب، كتهود مع هاد الطاولة هادي باش ما تجمعش هنا لداخل، كتهود تطيح هنايا وكتهود حتى لتحت هنا في هاد الجهة. كنديروا لها شي سطر لتحت، تما كاع الاوساخ كطيح تما، يعني ما غاديش تجمع. ثم عندنا هاد من هنا كنحلوا عليهم. كيفاش كنديروا لهم؟ غير السلك من هاد الجهه، السلك من هاد الجهه. مكان الولاده اللي مهم هو هذا، هي قرعه عاديه كنصبوها هاد الشكل، كنربطوها لتحت، وكنديروا لها هنا فتحه في هاد الجهه اللي هنا. هذه هي فين غتبقى يدخل الارنب هنا، فين غتكون عنده الولاده. كنديروها واحد شويه عاليه هنا باش حديثي الولاده ما كيخرجوش، تيكبروا بواحد هكا اسابيع عاد يقدروا يخرجوا من هنا يجيو ياكلوا. في الاول من الافضل يكونوا يبقاو غير داخل هنا. هذا هو الشكل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، هو غالبا غادي يعجبكم لانه اقتصادي، من حوايج عاديين كنكونوا هذا القفص. ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، والى اللقاء.